منذ عام 1955 في حالة بتاعت صراع مسلح نتيجة للكثير من الأسباب، وعليه تمت الكثير من جولات التفاوض وكثير من الاتفاقيات الوقعت، حدي أمثلة الاتفاقيات الكبيرة اللي كان عندها تأثير في الحياة السودانية، الحياة السياسية السودانية، منها اتفاقية أديس أبابا في عام 1972، ودي اللي أدوا منها الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي. بعد ذلك جاءت اتفاقية نيفاشا برضو كاتفاقية عندها تأثير، اللي هو أدت الجنوب حق تقرير المصير، وأدت المنطقتين ما يسمى بالمشورة الشعبية، لحد ما جينا في 2020 تم توقيع اتفاقية بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية. أول حاجة طبعا واحدة من الأخطاء أنا بالنسبة لي اللي هو المنهجية بتاعت المسارات دي، هي واحدة من الإشكالات اللي بتعمق وبتكرس للجهوية على المستوى القومي. لكن إحنا دايرين نركز على اتفاقية المنطقتين أو المسار بتاع المنطقتين. حقيقة الاتفاقية فيها بعض الإيجابيات اللي ممكن تستفيد منها الشعوب في المنطقتين دي، لكن برضو في نفس الوقت فيها بعض نقاط الضعف اللي ممكن تشكل أساس لنزاع قادم. الحاجات الإيجابية في الاتفاق أو في المسار بتاع المنطقتين اللي هو بنلقى مثلا في قضية التنوع الثقافي اللي تكلمنا عنه باعتباره واحد من أسباب وجذور النزاعات في السودان، اللي هو بنلقاه في السلطات والصلاحيات. مثلا في المادة 9-7 بتكلم عن إنشاء وتأهيل معاهد بتاع التعليم لغات، اللي هو اللغات الأصيلة سماها، ومؤسسات الثقافة والتراث والفلكلور والآثار اللي بتعكس التنوع. أنا بالنسبة لي دي نقطة إيجابية خالص. ليه؟ لأنه كان واحدة من إشكالاتنا إنه والله يا أخي التاريخ السوداني كان موجود هو ما بيعبر عن الجميع، فيه ذكر لبعض نضالات الشعوب، لكن في بعض الشعوب التاريخ بتاعها ما مذكور. مثلا على سبيل المثال عندنا هنا في النيل الأزرق عندنا الملك حميدة كان عنده مساهماته في إنه حارب الطليان وحارب الإنجليز، المكة نايل في منطقة الكيلي، الشهيد أفندي في منطقة باو. فدي لو رجعنا لكل كتب التاريخ ما بنلقى المساهمات بتاعت الناس ديل. برضو المادة 54-9 بيتكلم عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتجارة والقروض والمنح والمساعدات الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية بما لا يتعارض مع السياسات القومية وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة. هي كفكرة كويسة خالص إنه هذه الأقاليم إنه يكون عندها ارتباطاتها مع دول مع منظمات تساهم في تطوير التعليم والثقافة في المناطق دي وتستفيد منها، لكن للأسف إنه ربطوا الحاجة دي برضو بالسياسة القومية، فبالتالي برضو بيحد من قدرة حكومات المنطقتين في إنه تستفيد من الـ من الـ من علاقاتها الخارجية. النقطة الثالثة اللي هو متعلقة به قسمة الثروة بالمنطقتين، وفقا للمادة اللي هو 16-1 بيتكلم انه يقسم الدخل من عائدة الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي للإقليم أو الولاية والضرائب المفروضة في الولاية أو الإقليم بنسبة 40% لحكومة الولاية أو الإقليم ونسبة 60% للحكومة القومية لمدة 10 سنوات. دي من الحاجات الإيجابية وبتشكل مكسب لسكان المنطقتين، لأنه في السابق ما كان بيدوهم ولا 1%. بالنسبة لتعيين أبناء وبنات المنطقتين في أجهزة العدالة بيتكلم عن يراعي ما يتم تعيين، وطبعا المفردتين هم مختلفات، والكلام اللي قلناه جيبه انه برضو ربطوا المراعاة والتعيين ده بالكفاءة والمهنية، وقلنا طالما احنا عندنا في المناطق في اختلالات تاريخية ومعترف بها حتى الحكومة الانتقالية فيجب على أي أساس انت طالبني بالكفاءة والمهنية، والحاجة دي بتتعارض مع التمييز الإيجابي. بعد ذاك الحاجة الساسة الإيجابية في الاتفاق اللي هو المتعلق بمفوضية الأراضي، إنه بتتولى الأجهزة المختصة قوميا ومحليا معالجة الأرض في المنطقتين باشتراك فعلي للمجتمعات المحلية واستنادا على العرف والقانون الولائي الإقليمي. برضو في المادة اللي بتكلم عن رصد وضمان إعادة ملكية الأرض تم الاستيلاء عليها دون مشورة أصحابها. برضو المادة المتعلقة بمراجعة جميع عقودات وقرارات تخصيص أراضي ومنح الأراضي في الإقليم، برضو دي حاجة إيجابية بترجع الأراضي لأسيادها ولأهلها، لأنه الأرض زي ما قلنا هي
مرتبطه بقضيه الهويه عند الناس. برضه مراجعه المشروعات الاستثماريه بالولايه وزائد دراسه الجدوى الفنيه والاقتصاديه والبيئيه دي كلها حاجات ايجابيه، المفترض يتم مراجعه هذه المشاريع ويشوفوا يا تل عندها جدوى ويا تل ما عندها جدوى. وبرضه المهم انه مراجعه عقودات ومشاريع التعدين في الولايه او الاقليم ومعالجه الخلل في العقودات. برضه يتكلم عن المشاريع القوميه، دي الحاجه السابعه الايجابيه في الاتفاقيه، انه مراجعه المشاريع القوميه في الاقليمين، اللي هو اول شيء مفترض يعوضوا سكان النيل الازرق من الضرر البيئي اللي حيغم من جراء بناء وتعليه. البناء ده تم في الستينات والتعليه تمت هسه في الفترات السابقه، فبالتالي مفترض يعوضوا سكان النيل الازرق عن الضرر النتج، الضرر البيئي النتج من بناء وتعليه خزان الروسيرس. برضه واحده من الحاجات الايجابيه انه يتم انشاء مشاريع مرويه زراعيه داخل الولايه او الاقليم. طبعا زي ما عارفين يا جماعه الزول اللي بيعرف النيل الازرق، المشاريع المرويه والترع بتبدا فقط من ولايه سينار وانت ماشي متجه شمالا، وانت متجه جنوبا حول النيل الازرق بتلقى مشاريع مرويه يعتمدوا فقط على المياه الجايه من السماء. فيفضل لهذا الاتفاق انه مفترض يتم انشاء مشاريع مرويه. برضه واحده من الحاجات الايجابيه فيما يلي التعليم، اللي هو يتم اعتماد سياسات بتاعه التمييز الايجابي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لابناء وبنات المنطقتين، ويضع السياسات اللازمه اللي بتضمن انه تكفي مجانيه التعليم والسكن الجامعي الحكومي لابناء وبنات المنطقتين. دي برضه من الحاجات الايجابيه. حاجه الايجابيه برضه الاخيره اللي هو في عدد من المفوضيات مفترض تتكون، زي مفوضيه العوده الطوعيه للنازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات، دي حاجه ايجابيه، اللي هو مفوضيه الاراضي. بالرغم انه مفوضيه الاراضي في اتفاقيه 2005 وفقا لنص الاتفاق مفترض تتكون المفوضيه بتاعت الاراضي، لكن للاسف لحد ما اندلعت الحرب مره اخرى ما تم تكوين مفوضيه الاراضي. عشان كده الموضوع بتاع الاتفاقيه دي هو مش النصوص فقط، وانما العبره في التنفيذ، هل هيتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه؟ الاتفاقية برضو فيها إشكالات كثيرة جدا، واحدة من الإشكالات دي مثلا بنلقى في الديباجة بتتحدث عن تحقيق السلام الشامل، وللأسف أنه السلام هو ما سلام شامل، ولا من حيث الأفراد المفترض يشاركوا، لأنه لحد الآن في مجموعة الحلو توكا هي خارج الاتفاقية بتاعة السلام، مجموعة أبدال واحد خارج اتفاقية السلام، فهو من حيث الأفراد هو ما شامل، وبرضو من حيث الموضوعات ما شامل. لو جينا من حيث القضايا بنلقى أول حاجة تعريف المنطقتين ونظام الحكم، عرفت المنطقتين قالت ولاية النيل الأزرق هي ولاية النيل الأزرق الحالية، لكن وقت نجي في نظام الحكم النص بيقول على أنه اتفق الطرفان على أنه دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية المنصوص عليها ضمن هذا الاتفاق تتمتع المنطقتين بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليه في هذا الاتفاق. بمعنى هو ده حكم ذاتي، لكن هذا الحكم الذاتي مفترض ما يطلع من النصوص المنصوص عليها في هذا الاتفاق. لو رجعنا للسلطات او النصوص المنصوص عليها بنلقاها هي دي الحاجات الروتينيه الموجوده الان، اللي هو استخراج شهادات الزواج والطلاق، جمع الضرائب، ما بعرف اللي هو الحاجات، انا بالنسبه لي انا شخصيا هي حاجات روتينيه المفترض الان هي موجوده، ما بيتكلم عن سلطه فعليه. الحاجه الثانيه برضو اللي هو مثلا من السلطات والصلاحيات، اللي هو صياغه واعتماد وتعديل دستور الولايه او الاقليم وفقا ما نص عليه اتفاق السلام النهائي، وتضمين الوضع الخاص في المنطقتين بما ذلك حق التشريع كحق اصيل لا يتعارض مع الدستور القومي. برضو اي صح حدث الناس حق التشريع، لكن قالوا ما يتعارض مع الدستور شنو؟ القومي. فبالتالي اذا الدستور القومي نص لحاجات انت ما حتقدر تتجاوز هذا النص وفقا للنص المذكور، انه بما في ذلك حق التشريع كحق اصيل لكن لا يتعارض مع الدستور القومي. لو جينا برضو في ممارسه الصلاحيات والسلطات الخاصه بالولايه او بالاقليم في المنطقتين بما في ذلك حق التشريع، انه يتم التاسيس على دستور 1973 المعدل في عام 1974. برضو الناس لو رجعت للدستور بتاع 1973، انا رجعت لهذا الدستور بنلقاه شيء انه مصادر التشريع عنده اللي هو العرف والشريعه الاسلاميه، وطبعا زي ما قلنا قضيه الشريعه الاسلاميه اللي هو انك معناها رابط الناس باطار محدد، خاصه اذا عرفنا ان السودان متعدد ومتنوع فيه مسلمين وغير مسلمين. لو جينا لقسمه الثروه بالمنطقتين صح جبيك، لو لاحظتوا احنا تكلمنا انه في 40% من الموارد مفترض تمشي للاقليم لمده 10 سنوات، ولكن واحده من الحاجات المهمه في الاتفاق انه بعد الثلاثه سنه بتاعت قبل نهايه الفتره الانتقاليه حيحصل تفاوض جديد بين منه؟ بين الحكومه الانتقاليه او الطرفين اللي هو بين الحركه الشعبيه الجبهه الثوريه وبين الوساطه وبين اصحاب المصلحه من المنطقتين، حيقعدوا يتفاوضوا ثاني عشان يحددوا النسبه الثابته المفترض بعد ال10 سنوات تجد.
بكم. فبالتالي بالنسبة لي دي واحدة من ترحيل القضايا الممكن تقود لخلاف المستقبل. أنا لو كنت مفاوض كان مفترض يتم تحديد النسبة الثابتة دي من التفاوض نفسه قبل ما نرحل الحاجة دي لحاجة تانية وممكن تكون سبب لنزاع مستقبلي. برضو واحدة من الحاجات الاتفاقية أهملتها اللي هو غموض في بعض العبارات، يعني بمعنى مثلا من هم أبناء وبنات المنطقتين المذكورين في الاتفاق؟ الاتفاق ما عرف أبناء وبنات المنطقتين، ما عرف معايير إنه المعيار شنو، أنا عشان أكون ابن أو بنت من المنطقتين المعيار شنو. فدي كلها هتكون بذرة صراعات، وللأسف ممكن الصراع فيها يتحول لصراع اجتماعي باعتبار إنه بعد الناس هتتكلم إنه منو هو ابن من أبناء المنطقتين ومنو الأصيل ومنو ما أصيل. فدي كلها حياة سكتت عنها الاتفاق. لو سألنا ليه نحن حريصين انه لازم العبارات تكون مذكوره بصوره واضحه، لان نسب مفترض تكون محدده بصوره واضحه، لانه يا جماعه تاريخيا بنلقى السودان فيه نقد للعهود والمواثيق، بمعنى انه عندنا كم اتفاق تم توقيعه وما تم تنفيذه، في كم خلاف حول تفسير النصوص، فيبقى انت مثلا لانه الصيغه مفقوده بين الاطراف، فبالتالي انه اذا ما حددت الحياه دي بشكل دقيق وبشكل واضح فدي حتقود لصراع. الحاجه الثانيه برضو انه والله يا اخي التعريفات دائما في الاتفاقيات انت بتكون حريص انه اي كلمه تكون مقصوده لنفسها، فانت لو قصدت كلمه محدده معناها انت قاصدها فعلا. عشان كده الاتفاقيات دائما بتكتب بلغه واضحه بلغه صريحه. ليه احنا دايرين سلام شامل؟ لانه يا جماعه بالمنطق كده اوكي صح، في جيش تبع الحركه الشعبيه تحرير السودان شمال الجبهه السوريه هيجي وحيكون جزء من الترتيبات بتاعت الدمج والتسريح وعاده التسريح، اوكي دي حاجه كويسه. لكن الاشكال بيجي اذا انتم، انا لحد الان بيكون عندي جيش ثاني قاعد برا ولسه بيغوط في كفاح، فيبقى معناها انا ما اقدر اكمل الترتيبات بشكلها النهائي الترتيبات الامنيه. ليه؟ لانه حيكون عندي جيش جوا، حيكون عندي جيش بي، حيكون في تعدد بتاع جيوش، ودي ذاتها طبعا مرتبطه بالامان في الحركه، الامان في ايه، طالما لسه في زول شايل سلاح برا معناها الترتيبات الامنيه ما حتكتمل بصوره واضحه، خاصه زي ما قلنا في ظل العلاقات الاجتماعيه المتداخله، ولانه اصلا الناس كلها من مناطق واحده فبعرفوا بعض، وبالتالي يكون في خطوره في 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 انجاز او تنفيذ موضوع الترتيبات الامنيه. برضو واحده من الحاجات طبعا اللي بتدخل الناس في اشكال انه التنفيذ بتاع الاتفاق ده حيكون في المنطقتين، يعني ان نفترض انه والله جاء المجموعه الثانيه او الفصيله الثانيه برضو قدم وصل ل ل ل لترتيبات بتاع السلام، وهذه الترتيبات جاءت بحاجه مختلفه من الاتفاقيه بتاعت جوبا للسلام، فحيتم تنفيذاته اتفاق، يعني هل الاتفاق بتاع جوبا بتاع 2020 والاتفاق الجاي، خاصه انه الاتفاق ده مكان تنفيذه اللي هو المنطقتين، يعني فانت حتنفذ ذاته فيه.